نبتدي نفتح كلام معاك كابتن عبد الله. اكلمك الاول على شخصيه الاهلي، شايف شكل الفرقه يعني قبل ما ادخل في الماتشات والاداء، وانا عارف ان كل مباراه ممكن يبقى فيها تباين. احنا لعبنا 3 ماتشات من ساعه ما قفلنا دوري الابطال، بيراميدز، سموحه، المقاولين. ال3 ماتشات دول كل واحده ليها ظروفها، كل واحده ليها تركيبتها، مره تجيد جدا وما تحققش النتيجه اللي انت عايزها، مره تجيد وتحقق نتيجه اكتر من رائعه، مره يبقى ماتش مخنوق شويتين بس في النهايه بتوصل للي انت عايزه، فكل واحده منهم ليها تركيبتها. بس في اجمالا قبل ما نروح للمقصه بكره وان شاء الله الاهم منه كايزر تشيفز، شايف فرقه الاهلي النهارده بتطمن؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، يعني هو بالنسبه الكلام على شخصيه الاهلي، شخصيه الاهلي ما راحتش. لو راحت، لو الناس كلها شايفه ان شخصيه الاهلي راحت، هتلاقي النتائج سلبيه. في حاجه اسمها انت بتلعب على النتيجه او بتلعب على اداء ونتيجه. في ماتشات حساسه زي دوري ابطال افريقيا كده، فغصب عنك لازم تلعب على النتيجه، لان دي اسمها مباريات اقصائيه. أيوة. الغلطه فيها بفوره هتخرج بره البطوله. لا بس انا ليه بسالك السؤال ده؟ لانه في فتره من الفترات انت كنت بتحس، وبالذات في الدوري، يعني اكتر لحظات حسينا بيها كجمهور يعني انه اللعيبه مرهقه او متشبعه او دي النقطة مش قادره. دي النقطه اللي كنت هرجع فيها، دي الحته يعني ده جزء الجزء اللي هو بتاع دوري ابطال افريقيا، خلاص احنا قفلناه. هترجع للاداء في الدوري الممتاز، هتلاقي ان الماتشات اللي قبل ماتش الترجي احنا لعبنا 4 ماتشات او 5 ماتشات. بمعدل كل 3 ايام ماتش. في تباين في الاداء او في تباين حتى في النتيجه. ليه؟ دايما انا بقولها ان في فرق ما بين اللاعب المصري واللاعب الاوروبي، يعني ما ينفعش نقارن نفسنا بين زي ما بتقول السماء والارض. ليه؟ ليه يا كابتن عبد الله؟ يعني ما عندنا، انا بشوف النهارده يعني احنا عندنا، انا ما عنديش توزيع تماما في الامكانيات. لا توزيع، ما الامكانيات موجوده. أيوه. بس توزيع الماتشات نفسها، حتى نبص على الجداول بتاعت اوروبا. اوروبا بتعمل ايه؟ يعني هتلاقي فيه جدول بتاع اسبوع مضغوط، من ربع المستحيلات ان انت تلاقي الاسبوع اللي وراه في الدوري او في تشامبيونز ليج، حتى في دوري ابطال اوروبا برضو هتلاقي ان الفرقه نفسها مضغوطه. يعني انت هتلاقي اسبوع ممكن يلعب سبت وتلات، الاسبوع اللي وراه لا يمكن يلعب سبت وتلات، هتلاقي بيلعب سبت بس او يلعب الحد بس. هم عندهم توزيعه معينه على مدار الشهر، فدي بتدي عند المدربين ان انا اقدر اريح، اقدر اعمل استشفاء، اقدر ادي الجديد بتاعي. دي جزء ملوش علاقه باللعيبه، ده جزء ليه علاقه بنظام المسابقه، نظام المسابقات. أيوه. ده هو اللي بيديني. لا احنا هنا دي نقطه قتلت بحثا، ويبدو ان احنا خلاص يعني ده امر واقع لازم تتعامل معاه. دي لها تاثير برضه. دي لها تاثير. الحاجه الثانيه، انا هنتكلم بقى كنادي الاهلي وكشخصيه لعيبه وكجهاز فني، انا من ربع المستحيلات ان انا اجي مثلا دلوقتي انا كما بتسوماني مثلا النهارده مطلوب مني في 4 ماتشات في مثلا في 10 ايام او في 15 يوم، من ربع المستحيلات ان انا العب بنفس الاداء، لاني ما ينفعش اهد استقرار او تشكيل ثابت واجي بين يوم وليله اغير 11 لعيب واجيب 11 لعيب. دي صعبه جدا في الكوره ان انا اجي اشيل 11 لعيب واحط 11 لعيب. هو بيجي بيتفرض عليه حاجات زي اصابات، زي ايقافات، دي بتدي له ان هو يلعب في التشكيل يعني في حدود ان انا ما بوظش الشكل العام بتاع الاداء والانسجام. دي برضو ليها تاثير على النتيجه، لان انا ممكن اجيب لعيب برضو بقى له 2 ماتشين او 3 رتم الماتشات عنده مش عالي، الرتم بتاعه بتاع 50% بتاع 30%، ما اقدرش اوصله واربطه في التجانس بتاعه بين اللعيب اللي مكمل وماشي في 100% وماشي وبيلعب. أيوة. سواء بقى ماتشات دوري ابطال افريقيا او ماتشات الدوري، دي ليها تاثير. عشان كده دايما اجي اقول مثلا في ضغط الماتشات هتعمل الروتيشن بتاعك على قد اللعيبه، ما ينفعش اغير التشكيله او حتى ما ينفعش اعدي اكتر من 60% من التشكيله بتاعت. طب ده